أحسن الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم استعمال حبوب المنع أي مانع الحيض في رمضان لتتمكن المرأة من الصيام. الأحسن لها أن لا تستعملها وأن تترك الأمور على ما هي عليه، لأن هذه الحبوب تضر بصحتها، فالأولى أن تتركها وأن تفطر في أيام الحيض، تترك الأمور على طبيعتها أحسن. فإن كانت أصرت إلا تأخذها لأجل تصوم، فلتستشر طبيبا في نوع الحبوب، ما تأخذ أي حبوب، تستشر الطبيب على الحبوب المناسبة التي لا تسبب لها آثارا سيئة في صحتها. نعم.